اللي تنقول بان بخصوص الشباب وبخصوص المواطنين اللي هما يعني واحد المده وهما يعني ما عجبهمش الحال هذا الوضع والتسير ديال المدينه، تنقول لهم سيروا تقيدوا واعطيو صوتكم اللي تيستحقوا. حنا تنعرفوا على انه كاين هناك مرشحين غادي يستعملوا، لان باقي استعمالات يعني ديال الاشياء اللي هي لا اخلاقيه ما زالت، ونلاحظها انها ما زالت مع الاسف. اذا تنقول لهم يعني بيروحوا بالمسؤوليه، سيروا صوتوا، سيروا تقيدوا اللي ما مشاش يتقيد، باش طلعوا واحد النخبه اللي غادي تكملها تكون قادره لرفع التحديات ديال المدينه اللي حنا بغيناها. وانا اخترت بالنسبه لشعاري، لان الشعار ديال الحزب هو مع الشعب، وانا اخترت بالنسبه لي انفا كشعار اجيو نغيرو مدينه الدار البيضاء.